مشاهدينا متواجدين من امام الفرحه العراقيه البصراويه في كورنيش البصره، الله يعطيكم العافيه، تستاهلون هذه الفرحه بامانه. يعني الحين انتم تاهلتوا ضمنتوا الى نصف النهائي. ان شاء الله ان شاء الله. اول شيء السلام عليكم، احب اقول لك من خلال كامرتك تحياتي الى خالد جاسم ولا ضيوفه في المجلس ولا دوله قطر الموقره. اكيد اليوم نحب نبارك الى جمهورنا الحبيب والى منتخبنا العزيز ان شاء الله، والذي ساهم في هذا الجهود مع اشقائنا اليمن بنتيجه 5-0 ان شاء الله. الله يعطيكم العافيه، مبروكين الفرحة. الله يبارك فيك يا بعد، الله يبارك فيك يا بعد رفعت. والله شعور لا يوصف، شعور جدا رائع. احنا نحب نبارك لشعبنا كافة، وعندنا هازيج. يلا سمعونا هازيج. ها يلا. لاعبنا فدائي خدت اسمه عداي، لاعبنا فدائي خدت اسمه عداي، الاخضر عاشقينا هو اغلى نادي، اخضر عاشقينا هو اغلى نادي. مبروكين الله يبارك. ايش هالصوت الحلو؟ بدور اهلك يعطيك العافيه. سلام. تتوقع الكاس عراقي؟ عراقي ان شاء الله 100% ان شاء الله. اكيد اكيد. يلا وصل سلامك. سلامك لمجاسم خالد جاسم ونشأة اكرام ونور صبري. زين مستانسه؟ وانت مستانسه؟ الحين روح عند بابا كيف الحال؟ الله يسلمك. يعطيك العافيه، فرحه جميله بامانه هذا. وانتم تاهلتوا الى نصف النهائي، الشارع امتلا وشوارع البصره امتلأت. الحمد لله والشكر. طبعا اول مره نهني الشعب العراقي على هذا الفوز، وطبعا نشكركم ونشكر الاخ خالد جاسم على برنامج المجلس، ومشكورين على هاي الحفاوه وعلى هل يعني وقفتكم ويانا صراحه، يعني فشي ما ينوصف حقيقه. يعني فرحتكم هي فرحتنا. يعني انا جاي اتمشى وجاي اشوف الخليجيين اللي موجودين، يمكن هم جايين على مود يشجعون ويازرون الشعب العراقي، وهذا طبعا يعني مشكورين عليه بالاول وبالاخير. شكرا شكرا جزيلا لكم، الله يعافيكم. اتوقع الكاس عراقي ان شاء الله. اكيد مو اتوقع. بغدادي بصراوي؟ لا بصراوي اكيد. بصراوي اكيد. يعطيك العافيه، مساك الله بالخير. مساك الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا مرحبا. الله يعافيك. اشوف اليوم العنصر الشبابي مستمتع ومستانس. اكيد هوايه مستانس. اكيد منتخبنا غالب 5. والله سويتوا في المنتخب اليمني؟ شباك نظيف. سويتوا في المنتخب اليمني شباك نظيفه، اكثر عدد تسجيل الاهداف بعد اكثر من هاي الشري. بس تتوقع المباراه القادمه راح تكون مباراه لكم؟ احنا الدافع القوي الموجود هو اللاعب رقم 12 هو الجمهور. الجمهور لما يهتف الفريق المقابل ما يقدر يسيطر على الكره. يعني رسالتك عبر برنامج المجلس حق الجمهور العراقي، شو يسوي المباراه الجايه؟ الجمهور اللي اطلبه من الجمهور العراقي من الدقيقه الوحده لحد دقيقه 90 انه لا يتوقف. لا يتوقف. وكثرونا بنروح بالدم نفديك يا عراق. سمعنا اياها مره ثانيه. بنروح بالدم نفديك يا عراق. بنروح بالدم نفديك يا عراق. كيف الحال؟ الحمد لله. شلونك؟ ان شاء الله مرتاحه؟ انا العراق. وانت يا اموره كيف الحال؟ شيل يدك. انت كيف الحال؟ مستانسه؟ زينه. ها شنو؟ زينه؟ زينه. زينه وحلوه؟ حلوه. مستانسه اليوم؟ بهالاجواء الحلوه؟ اي الله يعطيكم. يا مرحبا. مرحبا. خلصت في شهر بنتك؟ بالعافيه بالعافيه. حياك. ايش رايك بهذه الفرحه؟ والله فرحه. انا احس من زمان العراق ما فرح بهذه الفرحه الجديده. اي والله هذا الفوز العراقي اليوم فرحنا، واهلا وسهلا بكم بالبصره ونورتونا. بعد راس والله واجد بالعافيه. بالعافيه. توقعاتك بامانه المنتخب العراقي وباقي المنتخبات؟ احنا وصلنا على نصف النهائي. والله ان شاء الله العراق وعمان نهائي ان شاء الله. يعني ليش؟ والله اشوف يعني ليش ما تقول العراق وقطر؟ والله انا رايي هذا. ليش ما تقول العراق والبحرين؟ والله احنا جاي نشوف اللعبات وجاي نشوف جاي نشوف يعني اداء اللاعبين، والفريق العراقي والفريق العماني يعني مرشحين للنهائي ان شاء الله. تستاهلون. وبامانه بالنسبه لنا كقنوات الكاس الرياضيه فرحتنا من فرحتكم. الله يخليك. اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. مساء الخير. مساء. كيف الحال؟ ايش رايك بالفرحه مع هذه الاجواء العائليه؟ حلو. مشموشه والاموره. الحمد لله حلو اجواء. الله يعطيكم العافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. كيف الحال؟ الحمد لله. انت ما شاء الله شفتك لاحقني. حبيبي حبيبي حبيبي. شلون الاجواء معاك؟
جدا روعة، جدا روعة، أجواء حلوة والناس مرتاحة والحمد لله. تتوقع أن الجمهور هو الرقم 12 في المباراة القادمة للمنتخب العراقي؟ أكيد أكيد الجمهور رقم 12 بالمباراة، والنصف النهائي أتوقع قطر، بس قطر ونعبر للنهائي. زين. قطر والعراق ونعبر للنهائي. يا سلام، هذا اللي نبي نسمعه يا سلام. زين، شنو اللي راح تسمعونه اللعيبة المنتخب العراقي في المباراة القادمة؟ إن شاء الله. شو تسمعونه يعني؟ نبي نسمع. ها؟ شنو؟ هذا هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردون نلعب، هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردون نلعب، هذا ملعب ذاك ملعب وين ما تردون نلعب. لعيون العراق ولعيون أهل الخليج وهاي البطولة وهاي الأجواء فرحانين بها طبعاً. فعلاً فعلاً. تتوقع هذه الفرحة راح تدوم بأمانة بتواجد منتخبات قوية نفس عمان، قطر، البحرين؟ نعم إن شاء الله إن شاء الله. وأنا أتوقع النهائي بين عمان والعراق صراحة. يا أخي ليش الناس يقول ليش ما تقول قطر والعراق؟ والله العنابة على العين وعلى الرأس، بس ما القطر مو بالخط الأول، مو الفريق الأساسي، لذلك أرشح عمان. أنا قطر لو جاي بالفريق الأساسي لا أرشحه، بس أنا أرشح عمان ليش؟ بالخط الأساسي وجايين بقوة ويردون البطولة وصاحب الأرض والجمهور العراق أكيد مرشح. شوف فرحتنا الأولى بتنظيمكم من بطولة الخليج، وإن شاء الله الفرحة الثانية هالجمهور يستمتع ويستانس. الله يبارك بيكم وفرحتنا بيكم وما تكمل إلا بيكم. هاتي مساء الورد. قل له شلونك؟ شلونك؟ قل له شلونك؟ شو أخبارك؟ الله يعطيكم العافية. أتوقع هذه فرحة عراقية بامتياز. يا أخي تحسون أنكم فزتوا بالبطولة قبل ما تخلص؟ طبعاً أجواء حلوة. سويتوا فينا يا أخي؟ شو سبب عن العالم كلها جاية للبصرة، المحافظات والخليج والأجواء قبل اللعبة وبعد اللعبة. فعلاً. بأمانة توقعاتك في المباراة القادمة، هل راح نشوف هذه الفرحة موجودة في مدرجات الملعب؟ من اليوم بادية الفرحة إن شاء الله. لعبة نصف النهائي من اليوم بادية إن شاء الله الحين اللعبة. الله يوفقكم موفقين. سلام عليكم. سلام. أهلاً. كيف الحال؟ هلا بيك بعد روحي. كل الهلا بيكم يا أخوي. نبي نسمع شيء يطرب أبو جاسم وضيوف المجلس ومشاهدين قنوات الكاس. خادمكم أنا طبعاً. سمعنا شيء. والي المنصور يا أخوكم من أهل البصرة من أبو الخصيب. نعم. كل الهلا بيكم. حياكم الله وهادي ركم إن شاء الله. بعد راسي. نسمعكم إن شاء الله عن العراق. عطى. يلا. ما قيمة الإنسان دون الحب والوطن؟ إنا أناس الشوق في الإحساس والشجن. الله. كل القلوب في الإحساس تتفق. كل القلوب في الإحساس تتفق. دون العراق لا كنا ولا نكن. ايش راح اقول لك انا؟ بعد روحي حبيبي. عطنا بعد. اهلين وسهلا بك يا بعد راسي، من ثم حياك القلب قبل العين فز وتلقاك. حيا الله بشيخ العرب. بعد روح. مرحبا ومسهلا يا عمري. شنو هالبشت القوي بعد يا اخويا؟ هاي للبرد. اتوقع انت راح تعطيهم جوائز كبيره بعد فوز العراق بكاس. اي والله الخليج اول مره نرحب خالد جاسم بالبصره. بعد راسي ويرحب بعد روحي خالد جاسم. وهسه نقول لكم قوله. ايوه يا ابو سعد يا ابو سعد خمسه كامل وبعد، يا ابو سعد يا ابو سعد وخمسة كامل وبعد. اسمع اسمع اسمع. ويا هلا بالليل فانا من بعيد، يا هلا بالليل فانا من بعيد، يا هلا بالليل فانا من بعيد، هلا بالليل فانا من بعيد. اهلا وسهلا القطار.